لوين رايحين بالترسيم؟ هيدا اللي بهم الناس اللي انا رايي بعيدا عن المراهقه السياسيه اللي عم بتصير اليوم ينظر. لوين رايحين بترسيم الحدود وما هو موقف حزب الله كمان؟ ما بدي انا انضم للي عم ينظروا، بس انا بدي اقول شغله اوكي وما غيرت رايي. خط هوف مطور شوي بيروح هيك بيتعرج بيروح لتحت 23 بشوي ماشي الحال، وخذي هيدا مني وانا مسؤول عن كلامي. ده هو تم التوقيع عليه، عشان هيك انا عم بقول لك ما في انتخابات. لحظة بدنا نوضح بس شو لا لانه انت عم بتقول مسؤول عن كلامك. شو تم ما عم فهم عليك، شو تم التوقيع عليه؟ بلغ الامريكان بموافقتهم على 23 متعرج، يعني ما بينها هوف و 23. تم التوقيع ولا بس بما معنى الموافقة؟ ما البلاغ غير التوقيع يعني تم لا خلص مع الامريكان عم يتعاطون مش الحال، والباقي جدل. وشو كان موقف جدل حكي طب شو موقف حزب الله؟ حزب الله قايل للدولة اللبنانية بتقولوا انه نحن ما هذا لا هذا لنا واخذوه الاسرائيليه بيطلب اذن ساعتها بيطلع بيتعاطى مع الموضوع، يا بتطلع الطائرات المسيره تضرب منصات اسرائيليه او انك بترفع من وتيره التحدي لترجعي تنظمي امور المفاوضات. لكن المفاوضات بايد الدوله كدوله، وللاسف كل واحد ماخذ حسب موقفه السياسي وكيده السياسي اوكي، وهيك هيك قضيه تتعلق بالامن القومي عاملينها مزاد للمراهقات اللي عمال نسويها.